قبيلتنا الأخماس. الأخماس من أكبر قبائل جبالة مساحة، حيث تشكل أزيد من 25 بنا من مساحة إقليم شفشاون، وتشمل كامل الجزء الغربي للإقليم بما فيه مدينة شفشاون، على مساحة تقدر ب 850 كيلومتر مربع. وقبيلة الأخماس تنقسم إلى قسمين، الأخماس العليا والأخماس السفلى، وهي من إقليم شفشاون، وتحيط بهذه المدينة من الجنوب والشرق. وبالأخماس العليا يوجد مسجد الشرافات الذي ينسب تأسيسه إلى طارق بن زياد حسب ما ذكره ابن عسكر في الدوحة. وبالأخماس السفلى يوجد ضريح القائد المجاهد يلص الأموي جد الأسرة اليلصوتية. وكل من الأخماس السفلى والعليا يتفرع إلى مجموعة من الفرق والمداشر والقرى الآهلة بالسكان. وتشتهر قبيلة الأخماس بأنها قبيلة الشيخين، الشيخ أبي الحسن الشاذلي 655 هجرية، صاحب الطريقة الشاذلية المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي، والشيخ أبي الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي 750 هجرية، شيخ الجيل والجماعة في عصره. وتمر بالأخماس السفلى الطريق الرابطة بين شفشاون ووزان وفاس. وتمر بالأخماس العليا الطريق الرابطة بين شفشاون والحسيمة. والإقليم الذي تقع فيه الأخماس بقسميها هو مما كان يدعى سابقا بجبال غمارة، أما اليوم فغمارة تقتصر على قبائل معينة ليس من ضمنها الأخماس. وجبال غمارة منذ أمد غير قصير كانت تضرب الرقم القياسي في كثرة العلماء وحفاظ القرآن الكريم، وفي كثرة القراء والمتضلعين في علوم القرآن وقراءاته. وهذه المنطقة برمتها تشكل القسم الغربي من جبال الريف، ومعظم سكان الأخماس ينتمون في أصلهم إلى صنهاجة الذين امتزجوا بكثير من العناصر العربية، بينما سكان قبائل غمارة القريبة من الساحل ينتمون في معظمهم إلى مصمودة، وهم كذلك قد امتزجوا بالعناصر العربية وبكثير من العناصر الأندلسية بصفة خاصة. يعيش بقبيلة الأخماس حاليا حوالي 200,000 شخص موزعون على 7 جماعات، حيث تعتبر مدينة شفشاون عاصمة القبيلة، كما تشكل كل من باب تازة، الدردارة، الشرافات وتناقوب أهم المراكز الشبه حضرية بها. تعود تسمية قبيلة الأخماس فيما هو متعارف لدى أهلها إلى كونها تضم 5 أخماس، أي فرق سكانية كبرى تتفرع إلى الكثير من المداشر والقرى، وهي 5 بني صالح، و5 بني دركول، و5 بني فلواط، و5 7 قبائل، و5 بني زرويل، وقد أضيف إليها 5 بني جبارة وبني تليد وآخر لبني جافن. من الناحية الديموغرافية فإن سكان الإخماس هم في الأصل مزيج من العناصر الصنهاجية الأمازيغية التي عرفت بصنهاجة السراير، والعناصر العربية والأندلسية التي تمازجت فيما بينها، وصهرتها في الفكر والعادات أصول العقيدة وقيم الشريعة الإسلامية. بخصوص المجال الطبيعي، تحتوي قبيلة الأخماس على منتزهين طبيعيين بو هاشم وتلاسمطان تشترك فيهما مع قبائل أخرى، كما يغلب على تضاريسها الطابع الجبلي ويسودها المناخ الرطب المتوسطي بمعدل تساقطات يتعدى 2000 مليمتر سنويا بالمرتفعات، ولا يقل عن 800 مليمتر بالأودية والمنخفضات. Thank you.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ميكس جبال التي في وصفحتنا على الفيسبوك تيت فراح، وانتظرونا مع فيديو جديد ومنطقة أخرى.